أنظف واحد. والمصحف اجيب خشب واقفل وهدفع الناس برضه يا اسطى اللي مسحه واللي انت وصحابه وانا الراجل اهو جه اسمه ايه ده؟ يا عم انت بتصور حرام عليك مش يا راجل يا عم شو حتى يكون حتى اه مين دي؟ لا الثالثة اللي جايين وراها
الفنان عبد العزيز مخيول. الفنان عبد العزيز مخيول كده الفنان مختار بقى. بعد اذن حضراتكم. بعد اذن حضراتكم. يا جماعه لو حطيت الفلاش في عينيكم والله ما هتشوف. انا جبت حلو. ممكن يا جماعه نرجع ورا بعد اذنكم. بعد اذنكم ممكن يا حاج سيد يلا تكتب بتاعك. يلا نرجع الحته كده. بقول لك استمع في الاخر. يلا.